واش مبروك اخويا محمد، الله يحفظك، كل شيء بخير. السلام عليكم الشباب، كل شيء مزيان؟ نهار دبوز ياك. خويا مبارك، واش مبروك اخويا، الله يحفظك، بارك الله فيك. المهم الشباب، غير باش نكملوا واحد بلاتي باتشينا، غير باش نكملوا واحد الفورماسيون كنا ديجا بدينا على الاوتوكاد، حيت نعطيو بعض المسائل البسيطة غير بالنسبة للناس اللي هي اللعبة ديال في الأوتوكاد. اليوم بغيت نشوف معكم غير واحد ديتاي ديال الميغ كلوتير. كنا ديجا في الأول خدمنا، إلا شفتو في واحد الفيديو اللي سبق، كنا شفنا واحد الفيسي كلاسيك، واحد الفيسي ديسي صغير، ماشي شي حاجة كبيرة. كنت شفت معكم غير لي بلون كيفاش تيتخدمو. اليوم غنشوفو في نفس ليكول اللي كنا زدنا فيها واحد الفيسي، اليوم طلبوا منا نزيدو فيها واحد الميغ كلوتير. اون جينيرال دابا تنهضر لكم على مسائل بسيطه، انا ما تنبغيش ندخل في شي بروجيات معقدين شي شويه، لان جوج الحاجات ما كاينش الوقت، وهذا غير وقت تناخدو في الاخر ديال النهار باش نوريكم شي حاجه في الاوتوكاد. ثانيا الفورماسيون هذه راه غير بالنسبه للدراري اللي هي اللي بادين في الاوتوكاد، ف او ميم طون تنعطيهم معلومات على شي حاجه، على شي اليمون في كونستركسيون، وفي نفس الوقت تنعلمهم بعض لي كوموند اللي كاينين في الاوتوكاد. متفقين ياك؟ الو، كيما قلت لكم هذا واحد الميغ كلوتير، بغيت غير نعطيكم فكره عليه، هذا واحد الصور. عندنا واحد المدرسه ديجا بنيه، وهاد المدرسه هادي بغاو يديروا ليها واحد الصور. غنديسيني لكم المدرسه غير واحد الكروكي كيفاش دايره. فلا تخيلنا مثلا ان هذه هي ليكول، هذه هي ليكول، كاين واحد الميغ
مير كلوتير داير بيها بحال هكا، واحد مير كلوتير نديرو واحد 30 60. وكاين واحد المير كلوتير واحد السور داير بيها بحال هكا. الوغ هاد السور هذا طلبوا منا نديرو له واحد ديتاي ديالو. اوغوزمون ان لي مير كلوتير تقريبا كاملين تيتخدموا بنفس الطريقه، سيرتو ملي تكون عندك واحد التيران اللي هو ماشي اكسيدونتي، تكون واحد التيران اللي هو لا ناتير دو السول ديالو ماشي شي حاجه خايبه، يعني كونتران دو السول ديالو مزيانه مثلا، سميتو ما فيش لي دينيفلي ماشي طالع وهابط الى اخره، فديما الديتاي ديالو تيكون مسامبليفي بزاف. شنو تنديرو بحال دابا مثلا في هاد السور هذا اللي خدمنا ديجا، شنو درنا؟ درنا واحد البيتون بروبريتي ديال 10 سنتيم لتحت، واحد الفرشة ديال البيتون درناها لتحت. من بعد درنا واحد سوميل فيلونت، سوميل فيلونت غادا نيشان، سوميل هاي فيلونت هذا البيتون بروبريتي تحت منا، وهذه سوميل فيلونت، سوميل فيلونت واحد السوميل اللي هي غادا كونتيني، وفوق منا دي بوتو صغار اللي هما لي ديمونسيون ديالهم 25 على 25، بي ان على شاك 4 متر، على 4 متر من لاكس لاكس درنا بوطو. من بعد فوق سومي الفيلونت، ومن بعد ما درنا هاد لي بوطو هادو، يعني شدينا بعد فرشنا بالبيتون بخوتي، من بعد درنا واحد سومي الفيلونت، ومن بعد حطينا لي بوطو ديالنا، ومن بعد ما بين لي بوطو يعني فوق لي سومي الفيلونت درنا واحد 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 السور ديال الحجر ماسونغي اومي، سور ديال الحجر بحال هكا اللي باين لكم التصويره، شي حاجه المهم. هاد الميغ هذا بالضبط، هذا واحد الميغ كلوتير كان في البدايه ديالو ما تخدمش مزيان، ما تخدمش مزيان. علاش؟ كاينه اسباب بزاف الصراحه، ماشي حتى من لونتربريز، ولكن الاسباب ان التيران كان اكسيدونتي، اللي تشوفوا هنا يشوف جا في واحد البلاصه عاليه، وهاد البلاصه كلها دينيفلي، يعني واحد الصور ما نقدرش نقول لكم، في النواحي ديال تاغرانت في طنجة، يعني اكسيدونتي بزاف، الصور اكسيدونتي بزاف، يعني كان صعيب على لونتربريز انها تخدمه بحال هكا. وكان تخدم واحد الميغ، واحد تخدمات ديجا واحد سومي الفيلونت غادا نيشان، ومن بعد تخدم واحد الصور ديال الحجر بحال هكا، ما تديوش على الصورة لأنه الميغ بصراحة ما مخدومش مزيان. ما بينات هاد ما بينات هاد لي بوطو هادو كاين واحد الماسون غي او مويان، يعني الحجر، ونفس الشيء اللي عندنا هنا في الديتاي، ماسون غي او مويان اللي فيه تيكون فيه 40، وغادي في لا كونتينيتي ديال المير سوتيمون ديال المير كلوتير ديال الصور. الوغ من بعد منين درنا المير كلوتير اللي ما غيديباسيش 1 متر، فوق منه مباشرة درنا واحد شيناج ديال 40 على 20، شيناج صغير غير باش يشد لنا هاد الحجر، هاد الحجر اللي تتشوفو هنا. من بعد من الفوق منه، من بعد فوق منه غيدار هنا واحد الشيناج اللي غيشد ما بين هاد البوطو والبوطو، واللي غيشد لنا الحجر، فهمتي؟ الوغ من بعد فوق من داك الشيناج جبنا واحد الميغ وناغلو، لاغلو يعني شنو يقولو الطوب، لاغلو كاين البريك وكاين لاغلو داير بحال سميتو بحال لي زودي، بحال لي زودي ميغ وناغلو اللي تا هو فيه شي تقريبا 85 سنتيمتر. وفوق منه درنا شنو؟ درنا واحد البوتر صغيرة. علاش هاد البوتر صغيرة؟ لجوج الحاجات، باش تشيني داك الميغ، والحاجة التانية باش تقدر تهز لينا واحد البرات ديال الحديد اللي غيجيو في لا كونتينيتي ديال الميغ. الوغ هذا هو الميغ كلوتير اون جينيرال. دوزنا واحد دو كوب، هاد لا كوب هادي باش نبين لكم هنايا، شوف بيتون بروبرتي سومي الفيلونت، وهنا ماسونغي اون مويو واحد الصور ديال الحجر، من بعد منه فوق مباشرة حجر. هنا وصلنا للتي ان، يعني هنا وصلنا للنيفو ديال التيغان ناتيغال ديالنا، او نيفو الدالاج او اللي بغيتو تحسبو. من بعد منه فوق منه مباشرة درنا واحد الميغ وناكلو، والفوق درنا واحد البودر اون بيتو ارمي بتشدنا داك لو تشدنا داك الصور ديال لاكلو، وشيناج راه غيشد من طبيعة الحال او ميم طو غادي يشد الحجر، و او ميم طو غادي يتهز فوق منه الميغ و الناغلو، و الفوق كاع درنا واحد البوتر اللي غتهز لنا واحد البرات ديال الحديد او البرداج او ماشي برداج
واحد الكارد كوب ولا المهم سميو اللي بغا يسميو. كوب الثانية دازت او نيفو ديال البوطو، الا دوزنا واحد لا كوب او نيفو ديال البوطو غيبان لنا البيتون بروبرتي، غيبان لنا البيتون بروبرتي. من بعد لا سوميل فيلونت، من بعد البوطو طالع كامل، من بعد شاد فيه شيناج، هذا اللي تيبان من الجنب هو الماسونغي او مويا، ومن بعد عندنا بوطو لا كونتينيتي ديالو، والفوق كاع عندنا بوتر اون بيتو ارمي، وعاد هاد لي بار ديال الحديد اللي غيجيو الفوق. الوغ هذا هو الميغ كلوتيغ ولا سور، يعني مسامبليفي كلاسيك، هذا الكلاسيك. هنايا هاد الصورة اللي كنت نوريكم هنايا، هنايا درنا واحد تروا تيب دو ميغ كلوتيغ، تروا تيب ديال السور. نوريكم لي بلون دارشي ديالهم، ومن بعد نوريكم لي بلون بيتون ارمي. درنا تروا تيب، التيب الاول كان هو هذا، كان هو هذا اللي تقريبا بليز او موا كان تيشبه تيشبه اللي وريتكم دابا. هذا تيب ان ميغ كلوتيغ، تيب ان سويفون داك البروجي اللي قلت لكم اللي كان مع نكاش، وجا فواحد البلاصه جبليه اعلى منطقه النواحي ديال طنجه. الوغ بيتون بروبرتي سوميل فيلونت، من بعد درنا هنا غيكون البوطو طالع، هنا وصلنا للنيفو ديال تيغ ناتيغال اللي غيتردم فيه هادشي هذا كامل. من هنا غيتردم، ولكن من هنا غيكون باين، لان كما قلت لكم عندنا واحد 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 دينيفلي في التيران. من بعد هذا كله غيدوز فوال، هادي سوميل فيلونت وهذا غيدوز فوال، ومن بعد منه غيجيو هاد لي بار ديال الحديد اللي تيجيو بحال هكا عندكم. هادي تيب دو، تيب دو كان مختلف شي شوية عليه، وهو انه درنا فعاود ما نديرو فوال اللي طالع من سومي الفيلونت. شنو درنا؟ درنا شيناج انفيريور شيناج سيبيريور، يعني هاد شيناج انفيريور غيخدم بحال يخدم بحال سومي الفيلونت، يخدم بحال سومي الفيلونت. الوغ هذا كامل غيدوز غير بالحجر، كل هاد الصور هذا غيدوز غير بالحجر، ومن فوق منه شيناج انفيريور بطبيعة الحال واحد الميغ اون ناكلو، والفوق كاينه واحد شيناج. هذا ديتاي دو او تيب تروا اللي هو هذا، واللي درنا فيه شنو درنا فيه سومي الفينونت، واحد الفوال اللي غيبقى غي او نيفو ديال تيغان ناتيغال، يعني اون فوا غيوصل تيغان ناتيغال ما غاديش يطلع الفوق. فيرسون ديالاش اخويا دايره ديالاش فيرسون ديال الاوتوكاد هذا 2016 اخويا. فقلنا الفوق غيكون مير اون ناغلو، والفوق غيكون شيناج، وهادي هي لي ليفاسيون ديالو. هادي بحال هكا، هادو تروا تيب ديال مير كلوتير اللي خدمنا في واحد البروجي اللي جا في النواحي ديال طنجي، النواحي ديال تاغرامت، تيب دو اي تيب ان. دابا غنوريكم لي بلون دي طارمي ديال شاك تيب، ديال شاك تيب. الوغ تيب ان اللي كنا قلت لكم بان دوزنا واحد الفوال في لا كونتينيتي ديال المير كلوتيغ، درنا واحد سومي الفيلونت، واحد الفوال اون بيتو ارمي، ومن بعد فوق منه مباشرة جا داك لي كادر كونيير ديال اللي قلت لكم، دي بار ديال الحديد ميتاليك اللي غيجيو الفوق. هذا هو الفوال، وهاد هاد لانين اللي تشوفوه هو تيبين التيران كي غادي، التيران اكسيدونتي غادي وتي غادي وتي. نوريكم التيران كي داير، شوف التيران اكسيدونتي بزاف، و فهمتيني غادي هذا راه جبل، يعني الا جيتي توقف هنا راه غتبان لك البلاصه عاليه بزاف، وتبارك الله الحجر ما احتاجوش الحجر، الحجر كان موجود، منطقه جبليه ما لقاوش مشكل في الحجر. انت تشوف هاد الحجر راه ما شارينه ما والو، هذا غير الحجر اللي كاينه تما في الطير، يعني استافدوا منه ما شراوش كاع الحجر. شوف بنادم كيف يبان صغير، منطقة جبلية كبيرة بزاف، ما عمري شفت بحال هاد التيران بحال هكا. هنا تيخدمو غير في
على برا تيخدمو في الرياج فوالا. هاد التيران قبل ما يبداو غير باش يحفروه لقاو مشكلة كبيرة باش يحفروه، غير باش يحفروا التيران لقاو مشكل كبير، لأنه تيلقاو الحجار والتيران كله عامر بالحجار. تخيل معايا تلقى حجرة راه فيها تبارك الله علين واحد يعني، أي حجرة فيها 5 متر على 5 متر طول وعرض وطول وارتفاع وكل شيء، يعني صعيبة بزاف باش تخدم بحال هكا. البروجي الصراحة يعني داز بواحد واحد الصعوبة، لأن الناس دابا اللي تيدفعوا المارشيات ولا بد يدير واحد الفيزيت. تقريبا اخويا محمد تقريبا، يعني الناس اللي لونتربريز كانت خسرت فيه. علاش؟ كانت دارت واحد اكبر مشكل هو انها ما مشاتش في التيران قبل ما تبدا البروجي. يعني هي سمعت بانه كاينه واحد ايكول كومونيتير فيها انترنا فيها ايكول، فيها دي كلاس، فيها بريسكولير، فيها كيما قلت لك انترنا، فيها بزاف د الحاجات. صافي طمعت ما مشاتش شافت التيران. ف ملي مشا لونتربريز الاولى تا شدات البروجي، وملي شافت التيران هي تمشي في حالها، سمحات في الكوسيون ومشات في حالها. لونتربريز الثانية ما شافتش التيران ودخلت على التيران وبقات فيه تقريبا واحد 4 سنين ولا 5 سنين. 4 سنين هي خدامة يعني، بصعوبة باش تكمل يعني. صراحة صعوبة باش تكمل، وفعلا كان صعيب بزاف. رغم ان لونتربريز كانت كلاس اون، لونتربريز تبارك الله يعني ماشي. نوريكم شي تصاور ديال النيت. ديال هاد البروجي نيت. على شوف بروجي كي داير، شوف التيران كي داير، شوف هادي فين مبنية وشي لاخر فين مبني، شوف هنا، شوف الطريق فين جات. كان صعيب الصراحة. هاد الفوال هذا درنا حنا واحد الفوال اللي تتشوف هنا مزيان، لا تنوريك هنا درنا واحد الفوال، راه كاينه فوال هنايا تقريبا الطول ديالو علينا واحد 5 6 متر هنا، دوز ايطاج هنا هاد البلاصة. هنا راه وصلنا لي كلاس ديال البروميير ايطاج ولا الدوزيام ايطاج. فوالا شو هنا دابا، هنا راه انترنا وهنا لي كلاس لتحت، وتحت منهم كاينه هنا انترنا وهنا سانيتير، وتحت منهم كاينه دي كلاس. يعني حسب شحال النيفو بيناتهم. هنا في الفينيسيون شوف التيران كي داير. هنا لقينا صعوبة غير باش نحيدو هاد الحجر اللي كاين هنا، الحجر اللي كاين هنا لقينا صعوبة باش نحيدو. شوف هنا حجر كبير و لونتربريز لقات صعوبة. وشوف النيفو الفوق كاع والنيفو التحت هنا، فريمون كان بروجي صعيب، ولكن اونفان زعما طلع مزيان يعني. صبرات لونتربريز وكملات، واخا تقصحات شي شوية ولكن المهم كملات وطلعت. شوف جبل شو الحجر هاد، شوف الحجر اللي كاين هنا. دابا هاد الحجرة هادي راه تيضربو بيها بداك البوكلا، تيترس ليهم داك الكودي ولا شنو سميتو، وتيعاود واحد اخر وتيعاود ترس ليهم. الهند هنا ماشي الحجر، تشتي هادي ما دير لها حديد لا حتى شي حاجة، بني فوق منه مباشرة، حط البوطو وطلع لفوق. شوف انت يعني ما واحد تيران زعما ما شاء الله من اصعب ما شفت في حياتي. عيب باش نحطو سوميل باش نهرسو هاد شوية الحجر كيما تتشوف، هاد السوميل باش نحطو هاد شوية الحجر ما عندناش كي نديرو، تنحفرو لتحت. يعني شوف النيفو ديال الدالاج جا النيفو مع سميتو مع السوميل. شوف وهادي ما خصهاش تكون الصراحة، ولكن حنا لقينا صعوبة باش أننا نحفرو باش نهبطو بالنيفو ديال السومال تحت. لقينا صعوبة، راه الهند هنايا يعني، ماشي الحجر الهند.
شوف هنا راه دار بن فيه باش يحفروا، ومع ذلك ما بغاش يتحفر لهم. هيا وباش يحفروا هذه البلاصه هذه وهبطوا شويه لتحت بلي سومين، ما كانش الامكانيه، اضطرينا اننا نطلعوا ديال النيفو ديال الطلاج والنيفو ديال السومين. هذاك الفوال اللي قلت لكم فوالا، كان صعيب الخدمة الصراحة، يعني ما تلجو تلجو كما تيساعدش، يعني تني فوت الخدمة صبابة ما كانش مزيان. دي برباكة ما بينوش غير دي برباكة ما بينوش. تخيل معي هذا اسكالي، اسكالي غيطلع طان طان، يطلع تقريبا الى قلت لك 6 في 6 ناش شي 20 متر طالع من هاد لي اسكالي، وكتر 20 متر وكتر. تخيل معايا باش تطلع من لي كلاس اللام كان ناقصك 20 متر ديال لي اسكالي، كانت صعيبة الصراحة. هاد لي اسكالي خداو تقريبا واحد 4 شهور ديال الخدمة وما خدامين فيه، باتيمو غير بوحدو، واحد الصعوبة ما تصورش لك. شوف لي سومين هنا، شوف لي سومين في غارق الحجر اللي لقيناه والمشاكل في الحجر. تا ما بقيناش نقلبوا على الكاليتي الخدمة، حتى ما بقيناش نقلبوا على ان البروجي سالي. والله العظيم تخيل معايا 5 سنين وحنا تنتقاتل، يعني كان البروجي مشدود بواحد الثمن طايح، لونتربريز ما مشاتش شاف التيران قبل ما تبدا البروجي وطاحت في مشاكل، وصعيب باش حنا خصنا البروجي يكمل لانه كاين بروغرام ديال الدولة خص الدراري يقراو فيه، سيرتو ملي تيكونوا لي زيكول كومونيتير تيكون واحد شوية البريسيون عليهم، لأنه خصو ضروري قاع دوك الدواور المحيطين بديك البلاصة خصهم يقراو في ديك المدرسة، الوغ خصو ضروري يوجد بلي مويان اللي كاينين. وهادوما لي زيسكالي اللي قلت لكم، هاد لي زيسكالي راه تقريبا عليهم 20 متر وكثر باش يوصلوك من نيفو لنيفو. شوف كي بقينا تندورو بيهم باش نوصلوا لهذا النيفو هذا، علاش؟ باش تكون لي مارش مريحين، يعني كون جينا نطلعوا ديريكتومون من هنا حتى لهنا الدرجة خصنا نديرو فيها واقيلا علين واحد متر، كل درجة نديرو فيها متر باش نوصلوا. فاضطرينا مع الارشيتكت تبارك الله عليه الله يسر امور واحد الارشيتكت معلم، ان نضربوا دورة باش نقدروا نوصلوا لهذا النيفو هذا، وامام تستغلينا داك الفراغ اللي تيجي تحت من الدروج، درنا دي في سي، درنا بزاف ديال التخربيقات، يعني ما ضاعش داكشي. شوف لي سومان داكشي، شو الحجر، يعني هاد الحجرة هادي باش حطينا هاد لي دو سومال كانت واحد الصعوبة كبيرة الصراحة. شوف الحجر، شوف هنا، يعني مشاكل الصراحة، يعني ما ماشي شي حاجة سهلة. هاد النيفو فوق هاد النيفو هذا، هذا لي زيسكالي اللي دويت لكم عليه في الرياج ديالو. ومن بعد نوريكم حتى بلون بيتون ارمي ديالو، الصراحة كانت شي حاجة خطيرة. كان بروجي صعيب صراحة لله، كان بروجي من أصعب ما يكون هادشي بلا شالي لون جرين، هادشي بلا هادشي اللي تلقاو تما. يعني التيران صعيب، الجو صعيب، سميتو والريسك، تلقى العقارب، تلقى الفاعل بحال هكا كيما تيقولو لهم الناس الشمال الحيات، تلقى تصور تخدم وتجي شي حاجة تخدم وانت حالي مع راسك. هادي كانوا القوارب الشونتي، عرفتي تقتلوها، مشكلة تخدمه وانت خايف. هنا ها لي كلاس والفوق، انا تنصور من الفوق انت هنا.
على العموم هذه كانت غير واحد الفكرة على هذا البروجي هذا. نرجعوا لموضوعنا، كنا تنهضروا على لي ميغ كلوتور، لي بلون بيتو ارمي ديالهم كما قلت لكم 3 تيب. التيب الاول هو هذا، هو فيه سوميل فيه لونت الى اخره. التيب الثاني هو هذا اللي كنا خدمناه غير دو شيناج، شيناج في شيناج والحجر فوق منه واحد الميغ ناقلو. والدينيفلي انتوما تتشوفوا يعني هنايا طالع شويه طالع، وشاك 12 متر كنا تنديرو واحد الجوان، هادي اللي ما وريتهاش لكم في الديتاي الاول. هنا راه شاك 12 متر 4 في 4 في 4 تنديرو جوان. على العموم هادشي اللي كاين، هادي كانت واحد الدورة بسيطة على لي ميغ كلوتير. ان شاء الله شي مرة نديطايو فيهم مزيان. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم وتصبحوا على خير، وعواشركم مبروكة. اوكي.